انتهت حلقتنا السابقة بمعجزة مدهشة. شفى يسوع ابنة امرأة كنعانية مثابرة جدا. يستحق هذا الحدث أن يذكر على عدة مستويات. أولا، ما إن تكلم يسوع حتى تحررت الفتاة بمعجزة من الشيطان الذي أسرها وشفيت، حتى إنه لم يذهب ليرى الفتاة الصغيرة. ربما لهذا ترتجف الشياطين عند ذكر اسم يسوع. لكن أهم من ذلك، بالرغم من أن مهمته كانت للشعب اليهودي، في تلك اللحظة امتدت للأمم جمعاء، والمرأة لم تكن من الأمم فحسب، كانت كنعانية. ونذكر هنا أن الكنعانيين لطالما كانوا أعداء لإسرائيل، ولأن اليهود سقطوا وعبدوا أصنام الكنعانيين، تحملت إسرائيل عقابا رهيبا من الله. لكن هذه الكنعانية غير المدعوة نالت معجزتها من المسيح المنتظر، وكما سنرى بعد قليل امتدت قوة يسوع لجميع الشعوب، لجميع قبائل الأرض. في الواقع محبته متاحة لكل من يؤمن اليوم مع الله. لكل سؤال في الحياة جواب، ولكل مشكلة في الحياة حل. يمكنك أن تنعم بالسلام اليوم وبرجاء في الغد عندما ترتاح في الله. البرنامج التالي قصة حقيقية تصف أحداثاً واقعية وشخصيات حقيقية من الكتاب المقدس. يدعوكم مضيفكم راندي وايس للانضمام إليه بإيمان اليوم مع الله. والآن سوف نتبع يسوع إلى منطقة أخرى لنختبر قوته الصانعة للمعجزات اليوم مع الله. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم، حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرص يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. أما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ كم عندكم من خبز؟ فقالوا: 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات والسمك، وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع. فأكل الجميع وشبعوا.
ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل. وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء، فأجاب: إذا كان المساء قلتم صحو لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة. تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية. إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى. ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. ففكروا في أنفسهم قائلين: إننا لم نأخذ خبزا. فعلم يسوع وقال لهم: يا قليلي الإيمان، لماذا تفكرون في أنفسكم أنكم لم تأخذوا خبزا؟ أحتى الآن لا تفهمون؟ أحتى الآن لا تفهمون؟ ولا تذكرون 5 خبزات ال5000 وكم قفة أخذتم؟ ولا 7 خبزات ال4000 وكم سلا أخذتم؟ كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز؟ قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين. سوف نسمع بعد قليل أهم سؤال طرحه الله على الإنسان. أي يمكنك أن تجيب بطريقة صحيحة؟ ستعرف ذلك اليوم مع الله. النور نعتبره تحصيلاً حاصلاً. فكر في الأمر، كيف يكون العالم بدون نور؟ لا شيء ينمو، لا أشجار، لا أزهار، ولا شيء. تشعر بالتشويش والخوف الأبدي والتساؤل الدائم من أين أنا؟ تشعر بالوحدة طوال الوقت، منعزل. هذا صحيح، أليس كذلك؟ لا شيء سوى هذه الظلمة واليأس الأبديين. هذا ما أنا عليه. اليوم مع الله سلسلة حلقات من نصف ساعة تصور إنجيل يوحنا من الكتاب المقدس. افعلوا ما يأمركم به. اختبر قوة الكلمة بينما تغوص في المقاطع الكتابية مع الدكتور راندي وايس. املأوا الأجران ماء. حلقات مصورة مليئة بالمعجزات. اعتبروني مرشدكم الشخصي، أرجع معكم في التاريخ وصولا إلى أيام يسوع. أأنت ملك اليهود؟ أنت تقول إني ملك. تجسيد قوي ودقيق لنص الكتاب. ستتعرفون على يسوع المسيح. أتؤمنين بهذا؟ أنا أؤمن أنك أنت هو المسيح. اليوم مع الله يعرض أبرز المشاهد من الأناجيل 4 من خلال هذه السلسلة. لا تفوت هذه الفرصة لطلب مجموعتي DVD التي تضم الحلقات 4 من اليوم مع الله والتي تعرض إنجيل يوحنا. نحن ننتظر اتصالاتكم.
انضموا إلينا الآن لكي نسمع سؤال الأجيال والإجابة للحياة الأبدية اليوم مع الله. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء. وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. سأل يسوع: من يقول الناس إني أنا؟ هذا سؤال على كل إنسان الإجابة عليه. من هو يسوع؟ هل ستدعوه معلما عظيما؟ هكذا يدعوه أتباع الديانات الأخرى الذين يرفضون هويته الحقيقية. هل ستقول إنه كان نبيا عظيما؟ الملايين من الأشخاص الذين في الواقع يرفضون يسوع يعترفون بأنه كان نبيا. هل ستقول إن يسوع كان الشخص الأكثر تأثيرا الذي عاش على الأرض؟ في الواقع كل هذه الادعاءات صحيحة. غير يسوع العالم، وفعل ذلك من دون شهادة جامعية. لم يكن معه جيش، لم يكن يملك ثروة كبيرة يؤثر بها في المجتمع. لم يتم انتخاب يسوع ليشغل مركزا مرموقا، لم يؤلف أي كتاب، لم يتزوج أبدا. خدم يسوع فقط لمرحلة قصيرة بضع سنوات، ثم صلب وهو ما زال شابا. حكم عليه كمجرم، واحتقره رجال الدين وكل القادة في أيامه. بالنظر إلى ما يملكه، لا يرشح يسوع المسيح للنجاح على الصعيد العالمي، لكنه غير العالم بمحبته، وقام من الموت بقوته. لذلك الإجابة الصحيحة الوحيدة على السؤال هي تماما إجابة بطرس: يسوع هو المسيح، هو ابن الله الحي. وأي إجابة أخرى خاطئة. يسوع هو الرب، وإن آمنت بأقل من هذا فأنت تنكر ألوهيته وترفض خلاصه. من هو يسوع بنظرك اليوم؟ إن كنت مترددا، انظر إلى مخطط حياته الذي تممه كليا من أجلك اليوم مع الله. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، وأنه ينبغي أن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس.
حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم، إن من القيام هاهنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته. المقارنة ملفتة جداً. لا بد أن بطرس كان على قمة العالم حين أجاب الإجابة الصحيحة، لكن لاحقاً حين شرح يسوع لتلاميذه أن دعوته كانت أن يتألم ويموت، أقسم بطرس أنها لن تتم أبداً. انتهر يسوع بطرس بقوة وأشار في الواقع أن كلماته كانت من الشيطان. ربما كانت كذلك، ربما عرف إبليس أنه إن تمم يسوع مخطط الله للفداء سينتهي تحكم إبليس بهذا العالم. ربما عرف يسوع أن كلمات بطرس ستكون تجربة له ليرجع عن آلامه التي بها أتى ليحقق خلاصنا. يمكننا فقط أن نخمن ما كان يفكر، لكن يمكننا أن نتأكد أن يسوع وعد بالغلبة الأخيرة وقد نالها. أريد أن أذكر الرعاة والقادة المسيحيين من أمر أخير أكيد: لا يجب أن نحمل أكثر من طاقتنا. لم يدعو يسوع الخدام ليبنوا الكنيسة، لا، وعد أن يبنيها بنفسه. قال لبطرس إنه على صخرة الاعتراف البسيط أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي. على ذلك الأساس سيتابع يسوع بناء كنيسته. لا أحد منا يبنيها من أجله، لا أحد منا مجهز ليحمل ذلك الحمل المستحيل. بالأحرى نحن نؤمن ونعلن ألوهيته، نحن نخدمه ونثق أنه سيبني كنيسته، عالمين أنها ستتغلب على كل المشاكل وكل هجوم من الشيطان. الكنيسة ستقف منتصرة. لذا افرحوا معي وثقوا بيسوع اليوم مع الله. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب، جيد أن نكون هاهنا، فإن شئت نصنع هنا 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا. فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم
حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. وسأله تلاميذه: فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. تذكرنا هذه الحادثة بلحظات مهمة جدا في العهد القديم. كلاهما موسى وإيليا اختبرا حضور الله المميز في طريقة مماثلة على جبل عال. هذا يساعد على وضع إطار لفهم اليهود للشكاينة مجد الرب. تذكرنا الحادثة أيضا بأن كلا النبيين قد أخذهما الله عن هذه الأرض بطريقة غير طبيعية تظهر اهتمامه بخدامه المميزين. لكن أعجبتني بشكل خاص إجابة بطرس. لم يكن لديه أدنى فكرة عن ماذا سيفعل في حضور عظيم كهذا، فاقترح ما كان سيقترح العديد من رجال الدين والمختصين في نمو الكنيسة. أساسا قال بطرس: فلنبني شيئا. أراد أن يبني هيكلا. ربما العديد من مشاريع البناء كانت خارج مشيئة الله. لم يكن الرب محتاجا لبيت آخر. تذكروا، وعد يسوع بأن يبني كنيسته حتى إن كلفت الكثير. رجاء ابقوا معنا للمزيد اليوم مع الله. النور نعتبره تحصيلا حاصلا. فكر في الأمر، كيف يكون العالم بدون نور؟ لا شيء ينمو، لا أشجار، لا أزهار، ولا شيء. تشعر بالتشويش والخوف الأبدي والتساؤل الدائم: من أين أنا؟ تشعر بالوحدة طوال الوقت، منعزل. هذا صحيح، أليس كذلك؟ لا شيء سوى هذه الظلمة واليأس الأبديين. هذا ما أنا عليه. اليوم مع الله سلسلة حلقات من نصف ساعة تصور إنجيل يوحنا من الكتاب المقدس. افعلوا ما يأمركم به. اختبر قوة الكلمة بينما تغوص في المقاطع الكتابية مع الدكتور راندي وايس. املأوا الأجران ماء. حلقات مصورة مليئة بالمعجزات. اعتبروني مرشدكم الشخصي، أرجع معكم في التاريخ وصولا إلى أيام يسوع. أأنت ملك اليهود؟ أنت تقول إني ملك. تجسيد قوي ودقيق لنص الكتاب. ستتعرفون على يسوع المسيح. أتؤمنين بهذا؟ أنا أؤمن أنك أنت هو المسيح. اليوم مع الله يعرض أبرز المشاهد من الأناجيل الأربعة من خلال هذه السلسلة. لا تفوت هذه الفرصة لطلب مجموعتي DVD التي تضم الحلقات الأربعة الأولى من اليوم مع الله والتي تعرض إنجيل يوحنا. نحن ننتظر اتصالاتكم. من دون إيمان لا يمكن إرضاء الله. بالإيمان كل شيء مستطاع. لنرى لما الإيمان هو العنصر الحاسم. ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقائلا: يا سيد، ارحم ابني، فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟
قدموه إلي ها هنا. فانتهره يسوع، فخرج منه الشيطان، فشفي الغلام من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لما لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم يسوع: لعدم إيمانكم. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. واليوم ما زالت محبة يسوع تغير الناس، تخلص النفوس وتعلن الحقيقة. رجاءً انضم إلينا في الحلقة القادمة لتقترب من الرب وتتعلم المزيد عن محبته. ما زال يملك بقوة وما زال يريد أن يحررك أنت اليوم مع الله. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم من برنامج اليوم مع الله. إنجيل متى، إنجيل يوحنا وأعمال الرسل متوافرة أيضاً مع 36 حلقة أخرى من السلسلة. يتم ترجمة هذه البرامج وإنتاجها في العديد من اللغات. الملايين لم يسمعوا الخبر السار، فساعدنا لنريهم محبة يسوع وصلي لتشارك في الحصاد. تم تصوير هذا البرنامج بدعم من كنيسة Rejoicing Life Church في أوهايو. أعضاؤها يؤمنون أن يسوع هو الرب. إن كنت تود المساهمة في دعم حلقتنا القادمة أو في دعم ترجمة هذا البرنامج إلى لغة لم يترجم إليها الإنجيل بعد، صلي للانضمام إلى عائلة الإيمان هذه. يمكنك طلب DVD البرنامج وتعلم المزيد عن محبة يسوع على www.todaywithgod.org. نصلي من الآن أن تتبارك حياتك اليوم مع الله.